تردي الدراهم. لكن يمسح لي الله تعالى بخير وعلى خير. من الدراهم يعني 15 يا أنت قادم استطيع؟ الله تعالى وسع عليك. أما الناس حنوش؟ نعم ولا كذلك راء ديال القمح ديال الطرف إن خصها تخرج من غالب قوت أهل البلد بحال السعودية منين كيخرجوها؟ الروس إن غالي القوت ديالهم وعلى الذين يطيقون الصيام بمشقة شديدة يسحب السكر ويسحب السكر ويسحب السكر. قال له الطبيب انه ما تصومش. هنا مسألة اختصاصية ديال الاطباء ماشي الفقيه اللي غادي يعرف هذا المسألة. بعد الاختصاص ديالو ماشي الفقيه. قال لك الطبيب ديالك اللي متبع معاه قال لك ما تصومش ما تصومش. قال لك خرج الفدية والحالة ديالك راه ما تقدرش على الصيام ما تصومش. خرج الفدية ما تصومش. كل واحد الاختصاص ديالو جا الفقيه واش نصوم ولا ما نصوم. لا اختصاص ديال الطبيب خصوصا تتبع شي طبيب تتبع معاه المسائل هذا ديال السكر هذا ديال القلب هذا ديال كذا هذا ديال كذا. قال لي لا ما تصومش ما يصومش. هو المقلد هو المسؤول. ما تخافش. إذا وعلى الذين يطيقونه يطيقون الصيام بمشقة شديدة حتى يسخف الإنسان العشية يرش عليه الماء إن سخف. لا ما حتى لهذه الحالة لا. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. الله غني عنك وعن صيامك. وعن الذين يطيقونه صيام ولكن بمشقة شديدة ما كتجي العشية العصر حتى كيسخن. ما تعلاش وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ولهذا قلنا الفدية القدر ديالها وهذا 10 دراهم ولكن اللي زاد زيادة في الخير الحمد لله. وأن تصوموا خير لكم وإن كنتم تعلمون. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. يا سميع الدعاء وصلوا وسلموا على من زاده الله شرفا وتعظيما. فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين. اللهم اشفعنا بمحبتهم واحشرنا مولانا في زمرتهم ولا تخالفنا عن نهجهم وطريقهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم وفق ملكنا محمدا السادس للخير والصلاح وحقق على يديه نصرة الإسلام والمسلمين. اللهم أعزه بالإسلام وأعز الإسلام به. اللهم أحي به كل سنة وأمت به كل بدعة. اللهم ارزقه بطانة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا في هذه الساعة أجمعين ولا تردنا خائبين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بلغنا شهر رمضان. اللهم بلغنا شهر رمضان.
اللهم بلغنا شهر رمضان واجعلنا فيه من الصائم القائمين ومن المتقائم من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين وفي لنا ولوالدين ولجميع المسلمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من نفوسنا وأموالنا وأهلينا. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. اللهم اهدنا ولأولادنا، اللهم أصلح شبابنا وشيوخنا ونساءنا وبناتنا، اللهم ردهم إلى دينك رب الجميلة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر من نصر الدين، وخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر دينك المحمد وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد كما أنت أهله. رحمت ضعفنا وفرجت كربتنا، لك الحمد يا ربنا حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد كما أنت أهله. فهم زدنا ورتل حصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطينا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تنثر علينا. لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. عملنا سوءا وظلمنا أنفسنا، اغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، لئن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.